عيلة مفككة للتانية. فروحة حبيبة بابا. ايه ده ماجد؟ دلال؟ كمين تاني ماجد؟ لا كمين انا انا برضه بتاع كمين. لا انا بس عازم عيلتي اللي بحبها، منتجين مسلسلي اللي بستظرفهم، كتاب مسلسلي اللي بستلذهم، يعني الناس اللي عزيزه عليا، عازمهم يحضروا معايا تصوير الحلقه دي عشان مهمه قوي مش مسلسلي. بس انا عشان خاطر بابا، عشان خاطر بابا. تعالي بس يا ماجد، عشان خاطر بابا، عشان خاطر يعني حاجه بسيطه خالص. يلا يا اساتذه كل واحد مكانه، يلا داير اكشن. انت فين يا رنا؟ في الصاله يا كوكو، لازم اخلص الروايه الرومانسيه اللي بكتبها دي، عايزه اركز في فرحي وفي حياتي. يا حبيبتي انا فرحانه عشانك وعشان طاهر، بس لازم تكلمي ماما اجلال. ما ينفعش كده يا رنا. مستحيل، دي بتعاملني كأن هي اللي امي. اما هي لو تتصرف كأنها مراهقة يبقى حاسبها كأن انا اللي امها. ماشي ماشي. بونسوار يا هوانم. بونسوار. انا معايا طرد باسم حضرتك. ميرسي. ثانك يو. باردون على التدخل، لكن انا سافرت عبر الازمان لاني عارف انتوا بتتخانقوا ليه، وعندي حل لمشكلتكم. فعلا؟ اتفضل. انا يمكن جديد على مساله البريد، لكني خبير في العلاقات الاسريه والخلافات العائليه. اتفضل يا ريت، انا احب اسمع رايك اكيد يا سعاده المستجي الامر. انا حاسس ان انتوا مش بتتخانقوا عشان زعلانين من بعض. انتوا بتتخانقوا عشان خايفين من فراق بعض. اي كلام. لا والله. اي كلام. لا والله. يا بنات انتوا كنتوا اقرب لاتنين صحاب اكتر من ام وبنتها، لكن دلوقتي هي هتتجوز وهتروح تشوف حياتها، وانتوا افتكرتوا انه لو فضلتوا تتخانقوا ده هيهون الفراق. انا طول عمري عايشه مع امي، ماليش غيرها. يا حبيبتي انتي اقرب صاحبه ليا، وانا فعلا فرحانه لك، بس هتوحشيني قوي. وانا كمان مبسوطه، بس مش قادره اتخيل حياتي من غيرك. يا روحي انت عمرك ما هتبقي لوحدك. وحصلت المعجزه ونجحت خطه ماجد. نفسي احكي لكم والله، بس شوفوا بنفسكم. انا اسفه يا ماما. انا اللي اسفه يا نوران. and cut. أمال فين الخيال العلمي اللي في الموضوع؟ الحقيقة مفيش. واضح إن أنتِ ما خدتيش بالك بقى. ما كانتش مركزة. لا لا ما كانتش مركزة. واضح جدا إن هما عيلة فضائية. عيلة فضائية. أيوة هما عيلة فضائية جايين من كوكب تاني. أيوة عيلة فضائية جايين من كوكب تاني. جايين من كوكب تاني وطول الوقت بيمثلوا بقى ان هم عندهم مشاكل. مشاكل من اللي هي بتاعه الناس العاديين اللي زينا يعني. ايوه مشاكل بني ادمين. وقمر بقى بيحاول ان هو يكسب ثقتهم علشان ما يسيطروش على كوكب الارض. خيال علم.